حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قال الحزب الديمقراطي الكردستاني إن هناك ملاحظات خطيرة على الموازنة العامة وصلت إلى أكثر من 68 بندا. النائب عن الحزب محمد خليل قال إن الحزب الديمقراطي الكردستاني أراد خلو الموازنة من الاستهدافات السياسية، لكن اللجنة المالية وبتعامل مع بعض النواب من المجلس قاموا بتفريغ الموازنة من محتواها الحقيقي والاتفاقات السياسية. قال خبراء اقتصاديون إن الخسائر الناجمة عن توقف تصدير النفط من كردستان العراق منذ توقف التصدير عبر ميناء جيهان التركي بلغت ملياري دولار. وأضاف الخبراء أن الخسارة ليوم واحد فقط تبلغ 33 مليون دولار في حال تم افتراض أن صادرات العراق من كردستان العراق ومحافظة التأميم عبر ميناء جيهان تبلغ 480 ألف برميل يوميا وبسعر 70 دولارا للبرميل الواحد. وأضاف أن الخسارة منذ توقف التصدير في 25 من شهر آذار الماضي تبلغ أكثر من ملياري دولار، وهذه الخسارة لحقت بالاقتصاد العراقي بشكل عام. قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن 60% من السوق العراقية والتي تتعاطى مع قطاع السوق سواء الرقابة أو الضرائب أو المصارف ما زالت غير معرفة. وقال صالح إن هناك أنظمة إنتاج لا تؤسس على الصفة المؤسساتية للأسواق، وبالتالي هنالك اعتراضات على قانون الضمان الاجتماعي للعمال تطلقها مشاغل الإنتاج غير المؤسسية، أي التي لا تنتمي بالأصل أو تنتظم بقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل. أكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا للأسبوع الثاني على التوالي لتصل إلى معدل 136 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من ثماني دول رئيسة بلغت 5,249 ألف برميل يومياً منخفضاً بمقدار 544 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الماضي. وأضافت إدارة المعلومات للطاقة الأمريكية أن صادرات العراق انخفضت أيضاً بمقدار 38 ألف برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه، حيث كان يصدر 174 ألف برميل في اليوم الواحد. تسبب قرار وزارة الموارد المائية بردم المزارع غير المرخصة التي مصدرها من المبازل بخسائر كبيرة للمربين وتخوف الآخرين. وقال رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي الأسماك في العراق إياد الطالبي إن قرار الردم الذي اتخذته وزارة الموارد المائية تجاه مربي الأسماك مجحف وظالم وأدى إلى خسائر كبيرة، وبدوره أو بحسب مراقبين سيؤدي القرار في المستقبل إلى ارتفاع سعر كيلو السمك إلى 20 ألف دينار بسبب قلة العرض. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي في أمان الله.